السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيدة بلقياكم أحبائي. اليوم غنتلاقاو في واحد العصير رائع مغذي وسهل، كيتوجد حتى لآخر دقيقة وتوجده. يلا نبداو كما العادة بالمقادير. عندنا خيارة صغيرة أو نص خيارة كبيرة مغسولة، رانا غسلها بالخل لأن غنطحنها بالقشور ديالها. الخل كيحيد ديك المواد الحافظة، ديك المواد الكيماوية. عندنا ديك دانون ديال بيستاش، ها هو ديال بيستاش كريمي، أي نوع من بيستاش. عندنا الخس، ها هو الخس شي 7 الوريقات مغسولين عاوتاني. وعندنا البنان، انا عندي بنانه هنا ولكن راه في لا غوسيت راه جوج البنانات غير، انا ما كنبغيش الحلاوه، جوج البنانات في هاد لا غوسيت. ونص لتر ديال الحليب، نص لتر ديال الحليب، 7 الوريقات ديال الخس، 7 5 ها نص لتر ديال الحليب ديالنا حنا عملناه. نعملو معاه هاد دانون، اي دانون كريمي ديال البيستاش شريه، ها هو انا لقيت هذا وشريته. الخس راه مغسول بالخل دائما، كيترقد شويش في الماء واحد 3 دقائق حتى كيطلق ديك الشيء اللي فيه. عملت الخياره بالقشور ديالها كما قلت لكم راه مغسوله مزيان باش كتعطي داك اللون خضيضر. البنان، جوج البنانات في هذه الوصفه، ماشي بنانه راه غير انا نقصت جوج البنانات، كل شويه طايبه ما تكونش ديك خضره، تكون طايبه بحال هذه، خليتها شي 3 ايام حتى ولات بحال كذا. يا الخس 7 الوريقات ديال الخس مغسولين دائما كنعاود وكنطحنوا. هانتوما كتشوفوا راه ساهل حتى لاخر لحظه ونوجدوه، فيه الخضر فيه الفواكه كيجي لذيذ. ونبدلو به الروتين ديال ديك الانواع ديال العصير اللي كنعملو. واو وجد، انا ما صفيتوش، اللي بغى يصفيه يصفيه، طحنتو مزيان. ها هو غير الضو هو كيعطي واحد اللون بحال البيستاش نيت خضيضر. ونغرفوه في الكيسان كيف ما بغينا. كنتمنى هاد العصير يعجبكم وتجربوه، راه ساهل ما فيه والو. وشكرا على تتبعكم وإلى اللقاء.